جملة المشاريع تقريبا 10 مشاريع تمت الموافقة على البعض منها اللي في علاقة بمشاريع سياحة فلاحية وسياحة إيكولوجية إن صح التعبير، وإقامات ريفية، إقامات عائلية، كذلك بعض المشاريع الصناعية. وتم رفض البعض لأنه شفنا اللي هي بعيدة عن الالتزام بجملة القوانين اللي تنظم القطاعات سواء كان صناعية أو سياحية. شفنا بعض مشاريع اللي ممكن تم تركيزها بجنب واد اللي ملتزمتش بالارتفاق اللي يلزم يكون 25 متر على المجرى واد، وقلنا هذا ينجم يكون خطر في المستقبل، بالتالي اللجنة ما تنجمش تتحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في ذلك. شفنا بعض مشاريع أخرى ممكن كانت بعيدة قليل في المساحة متاعها، المساحة القانونية الدنيا هي هكتار، لقينا بعض مشاريع في حدود 9000 متر.